طالب العلم خذ سبعا من الدرر أنصت لعمرك كي تنجو من الضرر. تغطيتنا اليوم تكون في كلية الدعوة وأصول الدين، هذا المبنى الكبير. هذا المبنى الكبير من هناك إلين هذه الجهة، والبوابة هذه مغلقة لكن البوابة الثانية مفتوحة، وهذيك هي كلية الشريعة، وهنا الوحدة التاسعة، وهنا الوحدات الجديدة في الجامعة. ندخل ونصور إن شاء الله. هذه هي كلية الدعوة وأصول الدين. هذه معلومات كلية الدعوة. نشأت كلية الدعوة كما ترون هنا كلها مطبوعة، وأهداف إنشاء هذه الكلية كذلك أقسام الكليات العلمية. يوجد 4 أقسام: كلية قسم العقيدة، وقسم الدعوة والثقافات الإسلامية، قسم التاريخ، وقسم التربية الإسلامية. كما ترون الدراسات العليا كمان موجودة، عمادات الكلية منذ افتتاحها. هذه كل هذه معلومات، من يريد يصورها ويقراها بعدين. هذه هي الكلية، هي أقسام الكلية هنا: الدور الأول، الدور الثاني، والدور الثالث. ماذا يوجد فيها؟ جانب من التغطيات الصحفية للإنشاء. شاهد خالق، هذا مصلى كلية الدعوة والأصول الدين. هذا هو المصلى، يصلون الطلاب هنا. وهنا قاعات كلية الدعوة. ندخل القاعات، وقبل أن ندخل هنا استراحة للطلاب، مكان يستريحون. هذه القاعة في دكتور، هذه القاعة ما في ناس لكن عندهم بريك، في طلاب يقرؤون قرآن، في طلاب يحفظون أشياء، والشنط موجودة للطلاب، الدكتور كما أعتقد موجود. ما أستطيع أدخل وأصل.
كما في كلية الشريعة وهنا كمان في كلية الدعوة يوجد حمامات لذوي الاحتياجات وكذلك الحمامات العادية. هذه هي كلية دعوة أصول الدين. هذه القاعة ما في حد ندخل. اللمبات ليست شغالة كما ترون، اشتغلت وبدون أن أشغلها وبدون أن ألمسها تدخل وتشتغل على طول تلقائيا. هذه هي كلية دعوة أصول الدين وهذه قاعة الكلية. ما في كاميرات مراقبة لكن في بروجيكتور، وكذلك يوجد سبورة كما ترون، كرسي المعلم وطاولة المعلم. هذه كراسي الطلاب، بعض الطلبة يأتون إلى هذا ويجلسون فيه. هذه هي كلية قاعات كلية الدعوة وصول الدين. هذه القاعة مختلفة عن القاعات كما ترون، كما ترون في مايك أو ميكروفون، سبورة كبيرة جدا. هذا هي كما ترون هذا المكان موقف الدراجات الطلاب. بهذا انتهت تغطيتنا في كلية الدعوة وأصول الدين، وأتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى. يا طالب العلم خذ سبعا من الدرري، أنصت لعمرك كي تنجو من الضرر.